السلام عليكم تابعي قناة ايزي ايرن، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة المسابقة اليومية، هناخد كده عنوان الفيديو دون ونروح على الموقع اللي هيختار لنا الفايز. هنحط العنوان هنا بتاع الفيديو وهندوس على جيت كومنت. يقول ان في 5 كومنتات، هندوس على ستارت. هنشوف معانا بيتكوين يمين. شكرا، هو هنا الرابط مش موجود، عنوان المحفظة اسف مش موجود، فهندوس على ستارت تاني. هنشوف هيطلع معانا مين. طلع معانا ريال مدريد 4، هو ده الكومنت اللي فيه العنوان. هنروح كده على الباير وهنسيب العنوان بتاعه هنا، هنكتب 10 روبل وندوس على سند. اهو كده بعته بنجاح. النهارده بقى احنا معانا موقع هنقدر نكسب منه 7 روبل مجانا من غير اي حاجه، وعلى حسب بقى انت عايز تزود دخلك بالاستثمار فيه. ادي الموقع بتاع النهارده اهو، اسمه androids.ru، موقع روسي. ده هو الموقع اصلا للاستثمار الروبل، بس عامل بونص 5 روبل للتسجيل. ال5 روبل دول بتاخد منهم كل يوم روبل، وبيكونوا 7 روبل على اخر الاستثمار. عشان تسجل في الموقع بتكتب الايميل بتاعك هنا، وبتكتب الباسورد تحتيه، بنكتب الايميل والباسورد، وبعد كده بندوس على ريجستير. دلوقتي هنروح نسجل في الموقع، هنروح على كلمة لوج ان، هنكتب البيانات ونرجع لكم. فتح معانا بالمنظر دون اهو، دي بتبقى الداشبورد بتاعتك. طبعا انت اول ما بتسجل كل حاجة هنا بتبقى صفر، فانت هتدوس على كلمة بونص من فوق هنا، هندوس عليها كده، هيفتح لك يقول لك كده على 5 روبل، بس احنا عشان حصلنا عليهم مش هينفع ناخدهم تاني. اول ما تدوس عليهم تاني هيرجع لك ال5 روبل، في ينزل لك ال5 روبل في الرصيد بتاعك، وتقدر تستغلهم وتسحب يوميا من الموقع. هنخش كده نرجع على حسابنا تاني اهو. انت عشان تجمع الارباح هتدوس على كلمة collect income من هنا. ال5 روبل دول بعد 7 ايام هيكونوا 7 روبل، انت هتقدر تسحب يوميا 1 روبل من الموقع. هتدوس على collect income، هتلاقيه اتحول معاك فوق، بس بيقولك المينيموم 1 روبل. هيتحول معاك فوق على الايرنينج، وتروح على السحب، هتلاقي كلمة withdraw قدامك هنا، هتدوس عليها، بتحط المحفظة بتاعتك وبتدوس على choose المحفظة، وبتسحب الحد الأدنى للسحب 1 روبل. بتسحب مرة واحدة في اليوم وبس كده. ده كان شرحنا من موقع النهاردة. ولو انت عايز بتزود استثمارك في الموقع بتدوس على ايداع، هوريكم ازاي تعملوا ايداع في الموقع. هنرجع للداشبورد بتاعتنا تاني، هتلاقي كلمة تجديد من هنا اهي، هتدوس عليها، هتقولك اكتب انت عايز تودع كام، وهتدوس على البلاشمنت. طبعا انت بتاخد 20% يوميا على الايداع بتاعك. وكده خلاص شرح النهاردة، والسلام عليكم.